بنرحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة انه يعني دراما رمضان السنة دي كانت غنية جدا وكشفت لنا عن مجموعة من الأطفال الموهوبين اللي قدروا ان هم يسرقوا الكاميرات من النجوم أثناء المشاهد اللي شاركوا فيها. واحد من المواهب دي هو الطفل الجميل منذر مهران اللي تصدر الترند بعد مشاهد اللي أداها في مسلسل جزيرة غمام. طبعا مسلسل جزيرة غمام الحقيقة كل التعليقات بتتكلم عن هذا المسلسل، هو عبارة عن لوحة فنية وحالة فنية فريدة جدا. منذر ظهر باسم سمير ابن الشيخ محارب أو سمير زي ما هو كان بيقوله، قدر يقدم دور استثنائي، يعني كان دوره بالفعل أدى دوره بمنتهى الاحترافية. خلينا نرحب بمنذر النهارده في صباح الخير يا مصر، نتكلم معاه بقى ونعرف منه حاجات كتير جدا. صح؟ صح. صباح الخير. صباح النور. عامل ايه؟ الحمد لله. لبس العيد ده؟ ماشي يا عم. شايف الشياكة؟ ورينا بقى كده لبس العيد ده، ورينا كده. لا شياكة؟ لا شياكة خالص، وساعة وحاجات. الساعة كام يا منذر؟ مش بعرف الساعات دي والله. لزوم الشياكة يعني؟ بعرف الساعات اللي تقعدها. دي لزوم الشياكة يعني. طب لا استنى منذر بقى، قبل ما نبدأ الأسئلة بتاعتنا، أنا عايزة بقى سمير لما كان بيتكلم أنا أجمل حاجة في الدنيا. أنا أجمل حاجة في الدنيا، أنا أغنى حاجة في الدنيا، أنا أهم حاجة في الدنيا. ده أنت أحلى أنت حاجة سكر في الدنيا يا سمير. والله أنت جميل، أنت سكر. يا جماعه قبل الهوا كان بيكتشف شخصياتنا انا وجمانة، فجمانة بتساله شاذلي ينفع ممثل؟ فبص لي كده قال لي انت تنفع ممثل وانت تنفعي مذيع. يعني لا كان بيقيمنا. ما تحاولش. طيب قول لي يا منذر بقى، يعني نتكلم معاك شويه كده عن موضوع المسلسل بقى، انت اصلا نجم كبير وفنان وليك اعمال كتير جدا، فكلمني بقى عن دورك في جزيره غمام سمير ابن الشيخ محارب. دوري حلو اصلا. دورك قمر، بس انت قولي ازاي حفظت بقى دورك؟ ازاي كنت بتروح الاستوديو عشان تحفظ وتروح تجهز نفسك؟ كان مفيش استوديوهات اصلا. في الموقع اللي بتصوروا فيه؟ لا. مش كان عندك مشاهد بتروح تأديها؟ صح؟ يعني المشهد اللي كنا بنقول انا احلى حاجه في الدنيا. لا لوكيشن كده. اللوكيشن. أيوه. حلو. لوكيشن. الكواليس. ايوه. كانوا بقى عمالين يبنوا. تعالى في الكواليس بقى، حته فاضيه خالص. وعمالين بقى يبنوا بقى ساعتها خالص. انت رحت اتفرجت عليهم وهم بيبنوا لسه؟ لا 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 لا. امال ايه؟ ساعتها بقى لسه هيقنعوني. كان لسه بدري. لسه كانوا بيقنعوك؟ لسه كانوا بيحاولوا يقنعوك ان انت تعمل الدور، فخدوك عشان تروح تشوف المكان وتشوف اللوكيشن، صح كده؟ هو احمد مسلم هو اللي اختارني. طيب قول لي بقى، كنت بتحفظ ازاي وانا بتكلم معاه قبل الهوا؟ بقول له يا منذر هنتكلم مع بعض وهو هنسال اسئله، رد عليا رد بمنتهى الثقه، قال لي انا ما بعملش بروفات اصلا. صح؟ مش انت قلت لي كده؟ انا اكشن. كلاكت اكشن. يا جماعه مكسب لكل المخرجين، مش هيعيد كتير يا جماعه ومش هيتعبكم ومش هيعمل بروفات، الراجل هيدخل يشوط على طول. اقول لك انا بحفظ ازاي؟ كده الورقة زي جي الناس. أيوة كده. أنا مش عشان نسلمية، أنا أحسن وقت في الدنيا. ولما أحفظ أحط الورقة على المراية بقى أشوف بقى أكشنات غشي وأنا بتكلم إزاي. بتعمل إزاي بقى؟ ولما أخلص خالص أروح ألعب كورة. طيب وأنت بتتكلم بقى عن رياكشنات وشك، لما بتبقى زعلان وشك بيعمل ازاي؟ طب ولما تبقى مبسوط؟ طب ولما مثلا بتبقى حد بيقول حاجه مش عاجباك مش موافق عليها؟ لو متعصب ده يوم يضربني. لا لا خطير. طيب منذر قولي بقى، انت عملت مثلت مع محمد رمضان في مسلسل موسى صح؟ ومثلت في جزيره غمام وعملت كمان حاجات تانيه. انت وانت قاعد كده وبتختار الدور، مش انت الناس بيقعدوا يقنعوك بالدور؟ صح؟ بيقعدوا يقنعوك بالدور صح؟ طيب بتختاروا بقى انت يعني انت مثلا دورك في سمير، خلينا نتكلم في سمير، في دورك في سمير ايه اكتر حاجه عجبتك في سمير؟ اكتر حاجه ان سمير ده ايوه احسن حاجه في الدنيا. انت منين يا منذر؟
من سوهاج. وعايش في سوهاج ولا عايش في القاهرة؟ في القاهرة. طب وبتتكلم ازاي؟ عايز اسافر. عايز تروح سوهاج؟ لا. ليه؟ مش عارف. مش هتعرف عشان الشغل. طب عايز تسافر فين؟ التزامات. انت بتقول عايز اسافر صح؟ عايز تسافر فين بقى؟ شرم. شرم؟ عايز تروح شرم؟ حقه برضه، راجل تعب يا جماعه. عيد برضه. عندك كام سنه؟ بعد 4 ايام. هتروح بعد 4 ايام؟ طب قولي بقى، كانوا الممثلين طيب كانوا معاك عاملين ازاي؟ كانوا بيعملوك ازاي؟ حلو. مين اكتر واحد حبيته؟ احمد امين. طب ليه بقى احمد امين؟ دمه خفيف. سلام. عندك حق. عندك حق والله. انت عندك كام سنه يا منذر؟ داخل على الثمانية وعلى ثالثة كده. مش باين عليك والله. طب مين اللي ساعدك ان انت تقف قدام الكاميرا؟ تعرف في ناس كبار ما بيعرفوش يقفوا قدام الكاميرا؟ زي مين؟ لا مش لازم زي مين، بس في ناس كبار يعني. بطل الموضة بقى يا منذر. ما بيعرفش. تكلمش معايا كده وخلاص. يعني بيخاف لما يجي يقف قدام الكاميرا، تلاقيه بيخاف او ما بيعرفش يقول كلمتين اللي هو حافظهم. انا؟ في ناس. لا مش بتكلم عنك، فانا بقول لك انت ما شاء الله عليك. انا ناس كده. مين اللي ساعدك بقى ان انت تقف قدام الكاميرا؟ انا كده النص. انا بحب الكاميرا. بحبها. بعرف اعمل ايه. وهي كمان بتحبك قوي. انت عارف ان الكاميرا ممكن تحب حد؟ لا. لا الكاميرا ممكن تحب حد ويطلع بشكله حلو. يا انسان؟ لا لما تكبر شويه هتفهمها. طيب فاكر اول مره وقفت قدام الكاميرا؟ كانت امتى؟ اول مره جزيره غمام. لا اول مره في العموم، اول مره خالص خالص مثلت. لا انا عادي يعني. ايه اول حاجه؟ اول حاجه حصلت خالص. البرنس. البرنس. تعرف تمثل لنا اي مشهد انت حافظه؟ اي مشهد من حاجه انت قدمتها تعرف؟ انت راجل بتاع هوا على طول. محمد النادي. حلو. بص بقى، شايف الكاميرا دي اللي قدامك دي؟ هتبص لها وتمثل المشهد اللي انت عايز تقوله. يلا بينا. يلا اكشن. عارف يا ده ما انت عارف ايه مشكلتي مع البت دي؟ ابقى مع الناس كلها في الكلام يكرومي ورا بنت راجل حد عنديها بقى وط بلدي. طب اشمعنى المشهد ده؟ بحب هنيدي؟ تحب محمد هنيدي؟ الصراحة بعد. طيب بص، احنا مكملين معاك، بس احنا معانا زميلة ليك في المجال. وهي كمان يعني الحقيقة من أكتر الأطفال اللي الناس كانت بتتكلم عليها وكانت بتستنى إن هي تتفرج عليها في رمضان. زي ما قلنا لحضراتكم، دراما رمضان كان فعلا فيها أطفال كتير جدا موهوبة. هنروح دلوقتي لريما. ريما فاكرين دورها في الكبير، فاكرين ادوار تانية كتير جدا، بس خلينا نتكلم معاها بقى ونعرف عنها كان ايه شعورها لما اطلق عليها لقب الطفله المتنمره اللي دخلت قلوبنا. الحقيقه كلنا شاز دي كان لسه بيسمع الدور بتاعها شويه. ريما صباح الخير عليكي. صباح النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. عامله ايه يا ريما؟ انت خليتي الكبير يعيط يا ريما. يعني والله انا مش كده خالص في الحقيقه، بس يعني دور كده عامل ايه، بتدافع عن نفسها. ما حقها برضه. لا بس كله. يعني لا ريما خطيره. ريما شاطره خطيره. طب ريما كلميني. شكرا ليكي انت. طيب احكي لي بقى عن مشاركتك في المسلسل الكبير قوي الجزء السادس. ايه اللي حصل؟ ازاي ترشحتي للدور؟ ازاي قدرتي ان انت تقدمي الدور بالشكل ده؟ انا ترشحت للدور من الاستاذ احمد الجندي المخرج، عشان اشتغلت معاه في مدة ام، وكنت مبسوطه قوي هناك مع الاستاذ احمد مكي. ممكن في سؤال تاني صح ولا ايه؟ عايز اعرف بقى. عايز اعرف انك لما كنت بتروحي هناك بقى وتبتدي تمثلي دورك، ازاي كنت بتحضري نفسك بقى عشان تمثلي الدور وتعملي المشاهد بتاعتك؟ عادي، كنت بقعد واحفظ المشهد وبقى يعني انا لازم افهم المشهد عشان اعرف امثله وبس، وبفهمه واشوف ممكن يتعمل بطريقه زي واعمل. كانوا بيهزروا معاكي في الكواليس يا ريما ولا كانوا خايفين منك؟ لا كانوا بيهزروا، كانت الدنيا لذيذه اصلا هناك.
طب قولي يا ريما، انت بقى صحابك بابا وماما قالوا لك ايه بعد مشاركتك في الدور اللي عملتيه في الكبير قوي، لان المسلسل نجح جدا جدا جدا؟ كانوا مبسوطين مني قوي، وكل اصحابي قعدوا يقولوا لي مبروك، وقعدوا يسقفوا لي وكلموني وكده. يعني ريما انت من اسره فنيه من اسره فنيه، اكتشفوا موهبتك ازاي باباكي ومامتك؟ انا باباي كان ممثل مسرح، بس مش بيطلع في التلفزيون يعني. وهو كان يعني كان بالنسبه لنا كلنا ممثل شاطر حلو قوي. فانا لما كنت مثلا بشوفه بيمثل على المسرح وانا صغيره، كنت لما برجع باخد صحابي ونقعد نحاول نعمل اي حاجه فيها تمثيل. فهو شاف ان انا بحب كده، وطلبت في اللي هو حاجه بتاعت كنيسه وحاجات كده مع الاستاذ تامر حسني، تامر محسن. ايوه المخرج كملي يا ريما. سامعيني؟ طلبني في حاجه فعملتها معاه. هو قال لمامتي ان انا لازم اكمل تمثيل ولازم امثل كده بس. طيب ريما، فاكره كواليس بقى مسلسل الكبير؟ فاكره اي مواقف بينك وبين احمد مكي، بينك وبين اي حد من الممثلين اللي شاركوا في المسلسل، موقف تحكيه لنا؟ انت شكلك شقيه كمان. انا فاكره اي حاجه؟ مقلب عملتيه كده، حاجه عملتيها كده؟ لا، انا اصلا انا بخلص المشهد يا بقعد ساكته يا بروح اقعد جنب مامتي. طب لا، دي مفاجاه لينا كلنا على فكره، احنا كلنا كنا فاكرينك ان انت بقى شقيه وبتعملي مقالب وحاجات كده. عملتي ايه في العتره يا ريما؟ نعم، عملتي ايه في العتره؟ اتريقت عليه بس والله، يعني اتريقت عليه عادي كده؟ ده راجل كان كل يوم يروح لباباه يعيط منك. لا والله انا مش كده خالص. لا بس في حقيقه يا ريما، والله انت فعلا باين ان انت مش كده خالص، وباين ان انت كمان هاديه، يعني مش زي ما احنا كنا متوقعين. ولا شفتي المسلسلات هم اللي حاصرينك في ادوار الشر بجد؟ والله طب الحمد لله. طيب ريما، عايزه تعملي ايه في الفتره الجايه؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسي اكمل تمثيل وابقى شاطره كده يا رب دايما. احنا مبسوطين بيكي قوي يا ريما. بس يعني لما اكبر هكرر برضه. بس لما ايه؟ لما اكبر هكرر، يعني ما اخدش قرار من دلوقتي. طب نفسك تمثلي قدام مين في الفترة اللي جاية؟ في ناس كتير. قولي لنا اتنين. الأستاذ تامر حسني طبعا، والأستاذ أكرم حسني كنت، بس يعني ما حصلش نصيب، فنفسي. لا ان شاء الله هتحصل، وان شاء الله كمان تامر حسني واكرم حسني لا هم اللي هيتخانقوا عليكي، هم هيخطفوكي. ريما نورتينا، واحنا مبسوطين بيكي قوي قوي قوي، والف مبروك على نجاحك في المسلسلات الحقيقه كلها، مش بس مسلسل الكبير قوي. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. شكرا ليكي يا ريما. ونرجع مره تانية لثمير. يا ثمير بص لنا هنا. طيب لا خليك معانا بقى. انت رغيف وانا رغيف كان صعب المشهد بتاع انت رغيف وانا رغيف؟ جدا بجد. ايه اللي حصل فيه؟ ايه اللي حصل فيه؟ كان صعب ازاي؟ جه فجأة. والله؟ عارف لو انت في تصوير كده وواحد قال لك انت هتاخد ده وخلاص هتمشي من غير ما تجهز بقى ولا اي حاجة، انت بقى تقعد لما تخلص التصوير خالص يجي يقول لك المشهد ده جه فجأة كده وتتخض. هو كان ساعات 5 دقايق. 5 دقايق؟ حبست فيهم. طب ما تورينا كده. كل شوية كده. اغلط. ونصحح تاني. عشان مش مجهز نفسك طبعا. هو جه كده فجأة. لا هم اللي فاجئوك، مش ان انت ما جهزتش نفسك، هم فاجئوك. طب ما تعرف تعمل لنا المشهد ده دلوقتي تقوله لنا؟ فاكره؟ يلا. لا ناسيه. اكيد يعني. طيب مين أول حد بارك لك؟ وقال لك مبروك كنت هايل؟ احمد امين. برضو واضح ان هو متاثر باحمد امين قوي. احمد امين. تاني واحد محمد سلامه. وتالت واحد حسين المنباوي. كبير طبعا. طيب عمل لي قلوب. عمل لك قلوب؟ طب كنت بتحب مين في المسلسل؟ كنت بتحب عرفات ولا خلدون؟ عرفات. ها خلدون ايه؟ ليه بقى ما بتحبش خلدون ليه؟ كده ليه بقى ما تقول لنا؟ شيطان.
بس طيب انت المدرس بتاعك بقى استنى يا شاذلي عشان كان في مدرس صعب جدا اللي هو كان بيرد عليه بيقول له انا احلى هجه في الدنيا يا 60 جحش. طب انت المشهد ده وانت بتعمله لما كان بيقول لك كده كنت بتحس بايه؟ بتخاف ولا كنت عايز ترد عليه؟ كنت عايز ارد عليه. عايز ارد عليه. لا هو فنان وما فيش حد قدامه. لا فنان يعني. وكاركتر شخصيه. طيب قبل ما نختم نساله بقى عمل ايه في العيد طيب؟ عملت ايه في العيد؟ صليت العيد. ايوه. كان في كده راجل عمال يقول يا رجالة ما تبقاش جنب الحريم. قولت ليه بقى؟ صليت العيد واتبسطت ولبست لبس العيد واتفسحت وما شاء الله وتألقت كمان في دورك في المسلسل ولسه المشوار قدامك طويل ربنا يوفقك دايما شرفتنا يا منذر وكل سنة وانت طيب يا حبيبي. انت طيب. كل سنة وانت طيب يا منذر.